أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على صارم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أناكهم مغلالا فهي إلى الأذقان مقمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وعمان عمر الرحيم. فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر
وَمَا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. تَبِعُوا مَنْ لَا يَسْعَىٰ عنكم أجرهم وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منذرين. إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم قامدون. يا حسرة على ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يركم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلهم لما جميع لدينا مدعون وآت لهم الأرض من يطاع أحيانا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا ملنا ذرياتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون والنشان غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقهون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آياتهم بهم إلا كانوا عنها مُنذرين وإذ قيل لهم أنفقوا
يُغْنِيكُم مِّمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَّرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة وعدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وَأَنُوا فِيهَا فِي سُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مِنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا مدهون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تنظرون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن البدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يكنون وما لم نغشر وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ويعك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم لهم جند مدعون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الزمان قل يعيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر آدار نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق
السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلق عظيم إنما يقول لو كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تَعَوْ فِي الْمِنْوَانِ وَعَكِمُ الْوَزْنَ بِالْكِسْتِ وَلَا تُقُسِرُ الْمِنْوَانِ وَالْأَرْضَ فاكهات ونقزات وكمان وهمز وصفير وعمان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان معرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا مبين فبأي
عمكما ما تقذبان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونعاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيحاسوا بالنواصي والأقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بتائن ومن استبرق وجنى الجنتين نضان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إنا قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كانهن ياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان
بِعِيَالَاءِ رَبِّكُمَا تُقَلِّمَانِ فِيمَا عَيْنَيْنِ مَرَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّمَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهن غيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا راكعت راكعت ليس لراتها قازمة خافضات راقيات إذا رجعت الأرض رجعا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صلاة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وعوم عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عروبا أترابا لأصحاب اليمين صلاة من الأولين
وصليت من الواقعين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل لا بارد ولا كون إنهم كانوا قبل ذلك مطوفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون فشاربون عليه من الهم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
أفرأيتم ما تعرشون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء فظلتم تفقهون إنا لمغرمون بل نحن مغرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقيمين سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تزكون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين عيذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن
كنا من المقربين فأراه وريحان وجنات وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الضالين فنزول من حميم وتصلية جحيم إن هذا اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع ساقتين ينقلب إليك بصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب النار
إذا ألقوا فيها سمعوا شهيقا وعيا تعتاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم ياتيكم نذير قال بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إن أنتم إلا في ضلال مبين قالوا لو كنا نسمع أو نقيل ما كنا في أصحاب فاسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة سروا قولكم ما به إنه عليم بذات الصدور وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي أم أمنتم من في السماء أن يرسل
منكم عاصم فسوف تعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان كفروا وقيل هذا الذي
كل راعيكم من علاكاني الله ومن معي وعيما فمن يجير الكافرين من عذاب قل هو الرحمن وآمنا توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معهم.